سلام اهلا تونس سافا اقعد اقعد بربي لحظه عندي طرف خدمه مع الجماعه اجا عتاب لميت الناس الكل باه تبعوني مليح لازم خدمه نظيفه ومكبوسه اليوم في اطار مسانده المسار ودحض اكاذيب وافتراءات اعداء المسار كل واحد فيكم باش ياخو اكذوبه تسيء لصوره تونس او تشوه الاصلاحات اللي صايره فيها منذ تحول 25 جويلية المبارك ويفندها ويبين تهافتها بالحجة والدليل والبيان. البارح كان اليوم العالمي لحرية الصحافة، موسم بالنسبة للخونة والعملاء واللوبيات، لذا اليوم لازم نقفولهم بكل ما أوتينا من قوة. فلننطلق في الصباح كاتبين في اليوم العالمي لحرية الصحافة تونس تتراجع ب 21 نقطة و 17 صحفيا ملاحقون قضائيا. والمغرب كيف كيف، ملاحقة الصحفيين قضائيا تجعل من تونس تتراجع ب 27 مرتبة في تصنيف حرية الصحافة في العالم. ذايا التصنيف متاع مراسلون بلا حدود تكنتيرو سهل راه نمشيوها وطباوتيزم سلاش تخوين نعطيوها المجدي يا ذايا برا عايش ولدي هبطلهم كلمتين متاع وين كانوا المراسلون بلا حدود وقت النهضة بلكشي وقتها كانت عندهم حدود معاها شوية ايموجية كيكا متاع ضحك وتفسيس كيا وديما ماشي اش قلت لي؟ اي في بالي نعرف اللي هما مشنعينها من وقت النهضة ومن قبل النهضة انا نعرف وانتي تعرف اما الجماهير ما تعرفش وما تحبش تعرف تي هما ماشي في بالهم التصنيف هذايا هو تقييم لجودة الصحافة في كل بلاد تي اي حاست باس تزيدها كلمتين منين تمويلاتكم وسكر الباب وروح تاو تخوذك الجماهير وتهستر وتكمل الخدمة وحدها اللي بعد واي الصحافة اليوم هات الرئيس يؤكد أن الحق في التعبير مكفول والواقع يقول غير ذلك تماما هذه عادة أسهل منها هاني قدامك ما فهمتش لا عاد مترنين عليها هذه هاني قدامك ما تشديتش ومش كبية حتى وزير دونك سي بون حرية التعبير موجودة ما فماش ديكتاتورية أسهل منها ما فماش والصحفيين الأخرين شوفوا لكل واحد منهم تلكيشة ولا كلمة معوجة قالها 7 سنين التالي ما عجبتش وديما ماشي أش مازال الشروق لا هذيك مريقلة ما كتبت حتى كلمة على اليوم العالمي لحرية الصحافة باز يعتبروه متاع مسيحيين ولا فازكيك خلنا نرجع للصحافة اليوم في سياق غير متصل الجملة الفرع الجهوي للمحامين بتونس فتحوا بحث تحقيقي ضد بشرة بالحاجة حميدة والعياشي الهمامي ونجيب الشابي ونور الدين البحيري متأمروا على أمن الدولة بالطبيعة به نتنظموا تو بالنسبة للبحيري معنا ما نعملوا باش تمشي فيه خوينجي دونك يستاهل ونجيب الشابي متحالف معاهم يعني كيف كيف العياشي الهمامي نجبدوا له حاجتين كان وزير في العشرية السوداء ومن جماعة 18 أكتوبر دونك هكا هاو بلاستو الحبس تقعد لنا بشرة شو نعملوا معاه نستنبطوا لها حاجة بون أريج ما تحبش تي مش لازم هيا خروحوا خويا هي بطبيعتها امرأة وفيمينيست وتعمل في السياسة وتحب المساواة دونك خاسرة معركة الرأي العادم من قبل ما تبدأ تبربي هما مصدقين اللي بشرة تتآمر مع النهضة أرميلهم اللي جيتا ويعلفوا سي بون كملنا مع أجمل تحيات خلية التفسير والتبرير بألاؤن والآن نعود لأستوديو ميدي شو أخي إلياس لك الكلمة